بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم في حلقة النهاردة. هي مخصصة للرد على أسئلة حضراتكم. هبدأ معاكم بأول رسالة وانتبهوا ليها كويس جدا عشان فيها رسالة مهمة قوي. تقول أنا عندي 37 سنة بشتغل مدرسة ابتدائي، كل السنين دي محدش يتقدم لي أو حاول حتى يرتبط بيا، رغم أني الحمد لله شكلي كويس وبتقي ربنا في كل تصرفاتي. كل أصحابي وقرايبي اتجوزوا وبقى عندهم كمان أطفال. أهلي وعيلتي ابتدوا يتعاملوا معايا على إني مريضة أو ناقصني حاجة، وبشوف دايما نظرات الحزن والشفقة منهم، وده خلاني أدخل على تطبيق من بتوع الخطوبة والجواز وأعرض صورتي ومواصفاتي من غير ما حد من عيلتي يعرف. بالفعل اتقدم لي شاب وقابل أهلي واتفق معاهم على إن أهله هيجوا خلال شهر لأن والدته مريضة. ركزوا بقى قوي. بعدها بأسبوع لقيته بيقول لي إن ممكن الخطوبة تتأخر شوية لأنه شاري شقة بالقسط ومطلوب منه 40,000 جنيه لازم يدفعهم، وإلا الشقة هتضيع منه لأنه مش هيقدر يجيب أهله ويتفقوا على شبكة، وهو مش هيكون طبعا معاه فلوس إن هو يدفع الشبكة. المهم بقى خوفي إنه يضيع مني، والحلم اللي ابتديت إني أعيشه حسيته بيروح. قلت له لأ، تعالى في معادك وأنا هتصرف لك في الفلوس. وأنا كنت شايلة مبلغ من شغلي أساعد بيه أهلي في جهازي و50,000 جنيه. حولت له الفلوس بدون علم أهلي. بعدها طبعا اختفى تماما، تقفل تليفونه، وأنا عندي صدمة من ساعتها وحاسة إن حياتي انتهت. بكتب ليكو عشان أحذر كل بنت من الارتباط أو التواصل مع أي حد من خلال الإنترنت أو من خلال أي تطبيق ممكن يكون موجود على الإنترنت، ودعولي ربنا يعوضني خير بعد كل اللي حصل لي. أظن رسالة واضحة وصريحة، وأنا بشكرها إن هي بعتت الرسالة دي وما كسفتش أو ما قلقتش إن هي تقولها. تحذير شديد جدا، أي علاقات على الإنترنت هي علاقات وهمية. خلونا نقول السؤال بتاع النهاردة ضمن أسئلة تانية كتير إن شاء الله مع فضيلة الشيخة ويدا عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضلت الشيخ، سلام عليكم. أهلا بحضرتك. عليكم السلام، أهلا وسهلا. طبعا كارثة حقيقة، ودي يمكن مش هتكون المرة الأولى اللي ممكن يحصل فيها خداع عن طريق الإنترنت بالشكل ده. رأي حضرتك إيه بقى في القصة كلها من أولها لآخرة؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الحقيقة أنا بسمع، أنا بحاول ان انا افتكر الحالات اللي جات لنا واللي وقعت قدامي بسبب هذه المواقع. جالك حالات كتير. واقول لحضرتك ده هي كده نجت من شر تاني. في اكتر. نجت في شر بيبقى اكتر من كده. اول حاجة مسألة تأخر سن الزواج ده قدر. طبعا. لما ربنا يقدر هيكون. صح. مش حاجة مش بإيد أي حد. البنت ما تنزعجش أبدا وتقول أنا تأخر سني وأنا فلانة أحسن منها وأنا فلانة متعلمة عنها وأنا فلان. أكبر خطأ. ليه؟ لأن الكون بيدار بحكمة حكيم سبحانه وتعالى. أحيانا نحن نرى الخير في العطاء والحكيم يرى الخير في المنع، وهو ده بيبقى بالضبط. الخير يبقى احنا ما نقولش أبدا ده الخير إني أنا اتجوز، ده على فكرة ده أحيانا الخير في صرف هذا الأمر عنك، بس الإنسان يستغل حياته بقى بطريقة صح. يستغلها في الخير، في القراءة، في العبادة، في ممارسة رياضة، في أشياء كثيرة جدا. فيا جماعة البنت لما يتأخر سن زواجها لا ينبغي أن الأسرة تلجأ إلى طرق محرمة تقول لك دي مسحورة، دي مش عارف عندها إيه، حد عمل لها. ده بقى أصبح كل بنت بتأخر سن زواجها نادرا ما تجد الأسرة تنصرف عن هذا التفكير. ده نادر قوي، ولكن الكتير جدا ده حد عمل لها حاجة، وده أكبر غلط. طيب أمر آخر، بلاش قوي ان احنا لما البنت سنها يتاخر يفضل بقى بالكلام بالضعف. او احنا اللي نوصل لها الاحساس بان انت فيكي عيب، ده اكبر غلط برضه. احنا كده بنخليها تنزعج ونخليها تيأس ونخليها ممكن تتعب وتمرض نفسيا. في ناس بتبقى كمان مش من العيله، اول ما تقابلها تقول لها هو انت لسه ما اتجوزتيش ليه يا حبيبتي، بس في ايه بالضبط. فلذلك ده غلط كبير قوي، واحنا بنقول دايما ايه المحاسن، الفاظ يعني، ولا بقول الفاظ محاسن يعني، اوكي جمله تتقال كده بصراحه يعني الملافظ حلوة. ملافظ سعد الملافظ سعد. الواحد كده يخلي خير ان شاء الله يجي لك احسن من حاجه، كلمة طيبة. انت كده في حياه جميله وانت كده افضل، هم اللي اتجوزوا خدوا ايه، الكلمه دي حتى تريح اللي قدامك. طيب المشكله بقى الكبيره اللي حاجه علقت عليها هي مشكله هذه المواقع وخطر هذه المواقع. دي حاجه اشياء اولا من وراءها يتربحون،
ومن وراءها ربما كانوا أصحاب خبث نفسي بيجروا البنات إلى طرق محرمة. وده اللي أنا بقى شفته، وده اللي أنا عايشته مع واحدة، ولكن ربنا أنقذها، وقالت لي شيخ ربنا أنقذني، وكانوا هيجروها إلى طرق محرمة. يا ساتر يا رب. فنخلي بالنا، بلاش نتعامل مع مواقع الزواج، هذه مواقع فاشلة بتستغل البنت ان كبر سنها، تستغل البنت اللي ربما ما فيش حد ولي ولا حاجة ممكن تقع في شباكهم. فالحمد لله ان ربنا جاب لها الامر على 40,000 خسرته مع كسر الخاطر بتاعها. ده كان ممكن يجرها الاشياء كتيرة جدا من النصب طبعا هذا الانسان طبعا. الامر الاخر، احنا ليه نجعل سعادتنا في النصب على الناس؟ دي كارثة. ليه الناس تنصب على الناس في اموالها، في مشاريع، في معاملات، في بيع، في شراء، وفي مثل هذه الامور اللي بقى يعني تبقى كسر خاطر قوي طبعا انها تتعلق به وفجأة تكتشف انه هو نصاب. فلذلك مثل هذا سيقع ولو بعد حين في شر اعماله طبعا. ان شاء الله. ولكل بنت تصبر اذا ما تأخر بها سن الزواج، تلجأ الى الله بالدعاء، تعلم ان ما اختاره الله لها من تأخر السن هو ده الخير، هو الخير. صحيح. طيب ناخد مدام ايمان. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. انا بحب حضرتك قوي، ربنا يا رب يديكي على قد ما بتعملي. امين يا رب، ربنا يخليكي. اتفضلي. طب معلش، هو انا عندي سؤال للشيخ. اتفضلي. هو انا مريضه، فكنت عايزه اطلع صدقه بنيه الشفاء. فانا معايا يا رب، فكنت يعني اختي بتجهز، فانا كنت عايزه الاولى، واختي يتيمه برضه يعني، فكنت عايزه الاولى ان انا اديها لاختي، ده صح ولا لا؟ صدقه. ايوه صدقه بنيه الشفاء. او ممكن بكذا نيه، مثلا بنيه الشفاء وبنيه ان ربنا يبارك لك ابني. ربنا يخليه لك يا رب. امين يا رب. السؤال الثاني، هو انا لما مثلا بصلي او ماما او اختي بلاقي ابن الصغير بيجي قدامنا، وساعات مثلا بيقعد قدامنا على المصليه، ده حرام ولا حلال؟ حاضر، بس كده، شكرا لحضرتك. نورتينا. طيب هي دلوقتي عايزه تطلع صدقه بنيه الشفاء، فبتقول هل تطلعها، يجوز انها تطلعها لاختها؟ طيب، روي عن الحبيب صلى الله عليه وسلم انه قال داووا مرضاكم بالصدقه. واحد الصحابة أو أحد السلف عليه رحمة الله كان يقول إن الصدقة تدفع 70 بابا من أبواب البلاء. 70 باب من أبواب البلاء. الصدقة لها سر عجيب في دفع الشر، لها سر عجيب في جلب الخير، لها سر عجيب في راحة البال. إنسان لما بيتصدق ويرى السعادة في وجه من تصدق عليه، دي لوحدها بتجلب سعادة للنفس. فلذلك حضرتك تصدق إن شاء الله بنية الشفاء، وبنية حفظ الابن، وبنية الحفظ من بلاء الدنيا إن شاء الله. ويجوز لأختها. يجوز لأختها، نعم. طيب، وهم بيصلوا ابنها بيجي يقف قدامهم على سجادة الصلاة، هل كده في حاجة؟ والله ربنا يبارك، هذه ما فيش أي خالص، لا يعني هذا لا يبطل الصلاة حتى لو تحرك الطفل الصغير، لأنه لا يدري ولا يعقل الصلاة. طب ساعات الأمهات يعني بنشوفهم في المساجد مثلا، لو الابن بيبكي أو حاجة بتوطي وجيب. تشيله وترجع توقف. صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل أمامة بنت ابنته، فكان إذا ما قام حملها، وإذا ما ركع أو سجد وضعها على الأرض، يقوم تاني يروح يشيلها، والصحابة يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي كانت تربية للصحابة، يعني كيف أولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشأن البنت، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يترك البنت للبكاء أو نحو ذلك، فشلها طول الصلاة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم مرة من على المنبر عندما رأى الحسن والحسين يعني يسيران إلى المنبر إلى جهة رسول الله ويتعثران، لسه صغيرين كده، فبيقعوا، فنزل من على المنبر وحملهما وصعد إلى المنبر. فالإنسان يعني ده كله يبين أن أولا حمل الطفل حتى في الصلاة لا يبطل الصلاة. الحركة في مثل هذا لو الطفل بكى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يريد أن يدخل في الصلاة ويطيل فيها القراءة، فيسمع بكاء الطفل، فكان يتجوز في القراءة يقول لشفقة أمه عليه أو رحمة بأمه عليه، عشان يخلص بسرعة وأمه تشيله. فلو حمل الإنسان ووطى على أو وطت على ابنها وشالته كده وحملته، هذه الحركة لا تبطل الصلاة. ناخد أم فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا دكتورة لمياء، عاملة ايه حبيبتي؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي. يعني فرحانة اللي انا كلمتك، والله انا بقى سنين بتابعكم والله العظيم. نورتينا. مرة يا رب.
الله يكفيك شر المرض يا رب انت وكل الناس الكامله اللي بتجيبها معاك. امين يا رب امين يا رب. انا بقالي 14 سنه متجوز. ماشي جوزي بيشيلني بالشهوك وبالايام. بصي انا يعني احنا كويسين خالص مع بعض ومعانا ثلاث بنات وانا والله العظيم ربنا عالم انا بعمل ايه. ماشي طلعت من حاجات ياما وجت في جنبه ياما وبرضه بيسيبني وبيبات بره وبيتكلم مع حبيبنا عن المشغول. شغل ولا بيبات في شغله ولا بيبات بره فين؟ لا 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 بيبات بره البيت ما بيباتش في شغله. ماشي اجي اكلمه يقول لي ده قالت انا مخنوق سيبني دلوقتي مش عارفه طب انا اجيب منين لبناتك مش عارفه ايه انا تعبت وفرحه اعمل ايه مش عارفه ايه يقول لي انت طب انا اعمل ايه طب انا اخر مش لاقي اجيلك نسمعه بين الناس طب تعالى بس وسطنا انا معايا ثلاث بنات انا طب اروح فين طب ما ينفعش ساكنين بالايجار والتزاماتنا ماشي واتصرف واعمل اكل لبناتي واتصرف واوسع ايجار بيتي واتصرف وبصي ربنا عالم عامله ازاي. ايوه هو بيقول لك ايه السبب انه بيبات بره؟ ما بيقولش حاجه بيقول لي انا مخنوق اجيب منين ما انا مش لاقي شغل. هل هو انت مثلا كل ما ما بيجي البيت انت بتقولي له محتاجين كذا ومحتاجين كذا وهو ما معهوش؟ لا هو معاه لما بيبقى معاه انا بطلب ما معهوش بسكت بس عايزاه يقعد معانا معاه ما معهوش عايزاه يبقى في وسطنا عايزاه مع بناته. انا عندي بنت في اولى اعدادي وبنت الوسطانيه في خمسه ابتدائي والصغيره خلص عندها اربع سنين وربنا عالم انا محاجيه على بيتي ازاي ومحافظه على بيتي. طب هو بيقول لك هو بيبات فين؟ لا بيقول لي بقى في الشارع. الشارع ازاي طب ما بيتك اولى يقول لي ما انا بات في الشارع اعمل ايه ما انا مش لاقي اجيب لكم منين اجيب لكم منين قلت طب انا اعمل ايه طب انا اعمل ايه طب اروح فين اروح فين انت لراجل يعني ايه يعني ايه بيبات في الشارع ازاي يعني بنات في الشارع؟ بيقول لي بابات في الشارع بقول له ازاي بابات في الشارع يقول لي من القهوه دي للقهوه دي يا اما كده هو طول اللي رايح جاي رايح جاي لحد ما النهار بيطلع طب وعليك بيتك كلته طب ما بناتك اولى ببياتك بحضنك وتحاجي علينا وتحافظ علينا وتحمينا. طب هو في حاجه في عقله طيب؟ انتوا كشفتوا عليه ولا حاجه؟ في حاجه في دماغه؟ عارف يا حبيبه الشيخ والله العظيم لما بيبقى هنا تشوفه ما تصدق ان هو اللي بيه بره وسيبنا بيه انا بص الطريقه. طب هو بيشرب حاجه؟ لا ابدا السجاير بس الحاجه الثانيه دي لا سجاير بس والله انا حتى فتشته كذا مره سجاير. ماشي عارفه هو معانا عايزين حاضر برضه اللي ربنا قدرنا عليه والدتي اللي ربنا قدرها عليه اهلي الناس اللي حوالينا عارفين ظروفنا وكده هو بصي ساعات لو لقى معايا حاجه يعتمد عليها ويقعد ما يشتغلش. ماشي اقول لك على حاجه كمان هو مثلا قبل كده وساب البيت بسبب ان انا كنت عامله تكافؤ كرامه بقالي 8 سنين بعمله وبيترفض 8 سنين اعمله وترفض لما ربنا كرمني انا ماشي على عكاز وعندي عجز في رجلي وعمليتين في رجلي ما عملتهمش بسبب وزني 150 كيلو نزلت بقيت 111 كيلو دلوقتي عشان اخش عمليات على نفس الدوله بعد ربنا كرمني واحده قالت طب تعالي ما انا عارفه نعمل عشانك هنعمل عشان بناتك عملت لي فبقول له لما تيجي الحمد لله حاجه تسند حتى لما تبقى مش لاقي ما تسيبناش وتمشي حتى على الاقل ندفع رجال شقتنا ماشي حاجه تسند يقول لي اديها لي ليه ولان انا ما رضيتش اديله الرقم والبطاقه والكارت بتاع تكفل وكرامه ده بيعاقبك يعني؟ مشى وساب البيت يا دكتوره مشى وساب البيت بقول له كل ده عشان ما تتكلم انت المفروض تفرح ان حاجه جات لبناتك تدروس ومدرسه والتزامات وانا مش لاقي اروح فين ماشي وحطي على كل اللي انا بقوله لك ده انا مطلعه قبل كده من 15 سنه حكم عليه اتجليت عليك وعلى غيرك ولميت له 25000 جنيه وطلعته في اربع شهور رحت جمعت مرتين لوحدي على الطريق اللي حماني من الطريق وغدر الطريق القران قريت نص القران وانا ماسك عشان يونسني وعشان ما يطمعش حد فيه كنت بروح له بطول. طب انت سؤالك دلوقتي ايه؟ سؤالي انا ساعات لما بيعمل معايا كده بحس ان انا ماليش لازمه في البيت بحس ان هو مستهتر بيا ماليش اي حاجه بعدين والله ربنا عالم قسما بس فتحة ارضي بناتي التقاتل ربنا عالم انا مش مقصره معاش حاجه واقول يا بنت حرام عليكي عامله فين؟ طب فين اهله طيب؟ اهله مالناش فين؟ مالهم؟ امه وابوه ميتين لما كانت امه عايشه كان بيروح ينام عندها اروح اتكلم معاها تقول لي هو هيجيب لك منين؟ هو هيجيب طب انا يا اما اعمل ايه؟ طب انا اجيب منين البنات دي؟ تقول لي طب هو هيجيب لك منين؟ طب ينفع يوم ما يبات معاك تقول لي امال هيروح فين؟ ابني يجي يخبط عليا حفرشه الله يرحمها ويسامحها هي ماتت دلوقتي ماشي بصي بقى انا دلوقتي يعني هو ده الطبع ده فيه من زمان ان هو لما يعني لما بيحس ان انت ضغط عليه في المسؤوليه او بتطلبي منه حاجات بيمشي. طيب يمشي معايا اتفضلي فضلت الشيخ. طيب
هي طبعا حاله غريبه جدا ولكن الحقيقه هي موجوده. في ناس كتير كده. وهو مساله الهروب من المسؤوليه. طبعا. مساله القاء المسؤوليه على الزوجه، مساله احيانا يصل به الامر انه مش عايز يشتغل والزوجه هي اللي تشتغل وهي تنفق على البيت. عشان دي يبقى خلاص اتكل عليها ان هي هتعرف تتصرف. فالحقيقه يعني احنا بننسى ان الحياه الزوجيه دي حياه تقوم على شريكين، كل منهما له مسؤوليه تجاه الاخر وتجاه البيت. يبقى مسؤوليه الرجل تجاه المراه حمايتها ورعايتها وتعيش في امان وينفق عليها، وتجاه البيت انه يحافظ على البيت انه لا يعتدى عليه، وكده بيعرض البيت للخطر وبيعرض المراه للفتنه. ان الواحد يسيب البيت، ده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ادب، عندما يغضب الرجل من المراه لا يهجر البيت، فقال ولا تهجر الا في البيت. بينصح الصحابي كده، لو زعلت واغضبتك وضايقتك ما تهجرش ابدا الا في البيت. ودايما نقول حتى لو هتهجر ما تروحش غرفة تانية وتنام فيها. اصل كل ما بنبعد المسافة كل ما المشكلة تزيد، الجفاء بيكتر. يعني من أوضة لأوضة المشكلة تزيد. بالضبط. من بيت لبيت المشكلة تزيد. بالضبط. فلذلك هو طبعا مخطئ، بس حد يتدخل، لان دي حالة غريبة جدا ان واحد ينام في الشارع ويسيب بيته. يعني المرأة مش هتبقى سيئة للدرجة دي يعني. حتى لو هي يعني سيئة يعني بتعمل له ايه وهو في البيت. صحيح. فلذلك يعني ربنا يعينك ان شاء الله، بس اكشفي شوفي يمكن في حاجة امر نفسي عنده او حاجة لعله ان شاء الله. طيب خلينا ناخد سؤال بيقول، هل يجوز ان الزوجة بعد وفاة زوجها تبات عند بنتها في حالة سفر زوج بنتها قبل شهور العدة ما تخلص؟ اولا لا يجوز للمرأة، من السنة ان المرأة تقضي عدة الوفاة في بيت الزوجية، دي السنة، لا تخرج الا لقضاء حوائجها. واذا ما خرجت ترجع للمبيت في البيت، لا تخرج من البيت الا في حالات استثناها بعض العلماء. الامام الكساني من الحنفية وغيره ذكر انها ان خافت على نفسها او خافت على مالها او خافت على نفسها ومالها. يعني بأمثلة، امرأة كبيرة في السن عندها أمراض مثلا مزمنة، فممكن بالليل تحتاج إلى حد من أولادها جنبيها يناولها علاج، بيحصل لها إغماء سكر ولا حاجة، في ظروف ومحدش نقول للولاد طب حد فيكم يجي يقعد معاها أثناء العدة؟ يقولوا لا، إحنا كل واحد فينا ملتزم ببيته بشغله بمدارس ولاده، ده بنسمعه. طب هنا يجوز لها أن تنتقل إن خفنا عليها من هذا الأمر. كذلك هي في حال صحة، ولكن في منطقة نائية شوي، مقطوعة شوي، مش مأهولة بالسكان، ممكن حد يعتدي عليها، تتعرض لأي ضرر. بالضبط. نقول لها وقتها ممكن تنتقل إلى أحد بيوت محارمها لتقضي. هذه الأشياء كلها هي تجيز للمرأة أن تنتقل. أما الحالة دي لا، مش تجيز، بنتها هي اللي تروح تقعد معها أو لا. تمام. طيب ناخد أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك يا مدام لمياء؟ الحمد لله بخير، أهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا شهاوي؟ يا مرحبا، أهلا بحضرتك. أنا سعيدة جدا إن أنا ليا الشرف إن أكلم حضرتك. نورتينا. الله يخليكي. حضرتك كنت عاوز أسأل، بس كان في ناس يعني بتثق فيا بتديني مبلغ معين من الفلوس، بديها لخمسة معينين، ثلاثة أيتام منهم يعني أيتام، واثنين حالتهم يعني ما فيش مصدر رزق يعني واسع شوي. فأنا بدي الأيتام الفلوس هي وبقطع جزء من الفلوس التانية بديها الناس تانية شايفاها أنا قدامي محتاجة. بس أنا لما استشرت الأخت اللي مدياني الفلوس قالت لي لا، إحنا الدنيا كلها مليانة ناس غلابة، مش يعني مش هندور كتير، مش هنلاقي يعني هنلاقي كتير ناس محتاجة. فده حرام عليا إن أنا مثلا بقطع جزء. يعني هي لما اديت حضرتك المبلغ قالت لك المبلغ ده تديه لفلان وفلان وحددت لك مين؟ انا عارفاهم، هي ما تعرفهمش، انا اللي عارفاهم، وانت قايله لها عليهم، فقالت لك المبلغ ده للخمسه دول. مين المبلغ الخمسه؟ انا بدي الثلاثه للايتام والاثنين التانيين بقطع جزء منهم اديه لناس غلابه تاني انا شايفاهم بعيني محتاجين خالص. وانت لما قلت لها انه في ناس تانيين محتاجين برضو، قلت إن لها والله رفض. قالت لي ناس كتيره محتاجه ومش هنكفي، يعني الدنيا مليانه ناس محتاجه كتير. يعني قالت لك لا وزعيهم زي ما هي قايله لك في الاول؟ قالت لي وزعيهم زي ما انا قايله لك، بس
مش بالمعنى يعني، هي في ناس تاني بيدوها مبالغ برضو فهي بتديني انا، فقالت للناس اللي عاطيني المبلغ ده قايلني للخمسه دول. هي برضو عاوزه تساعد زي ما انا شايفه قدامي الحاله بتاعت الناس التانيه دي محتاجه، بس هي برضو مستحرمه يعني، تقول ان انا ايه مستحرمه ان هي تتصرف من نفسها. فانا انا اللي شايفه الناس دي محتاجه خالص، مفيش مصدر رزق عندها. يعني هي الفلوس واخدها من الناس ومديها لك. زي جمعيه يعني بيلموا مبالغ من كذا حد، وهي بتديني الجزء اللي اديه للخمسه دول. طيب حاضر حاضر. انا عاوز اعرف حرام عليا اللي انا بعمله ولا ايه؟ انا برضو انا مش باخده ليه، انا بطلعه للناس اللي محتاجه دي، بس انا يعني كل ما بطلعه بيبقى في حاسه بالذنب. طيب حاضر. تابعينا يا ام احمد، سؤالها مهم الحقيقة. الحقيقة طالما احنا لابد نمشي في الصدقة على نظام المصدق اللي هو المتصدق، طالما انه حدد لي ادي المبلغ ده لخمس افراد، والخمس افراد حضرتك قلتي عليهم فلان وفلان وفلان وشرحت حالتهم، بناء عليه انا كمتصدق اديتك للاشخاص دول اللي انا معرفش اسميهم بس موصوفة ليا الحالات بتاعتهم. يبقى حضرتك ما تجيش تقتطعي وتدي لناس تانية وتمشي على نفس النظام. هذا نفس هو الاتفاق اللي بينهم بالضبط، هذا هو الاولى والافضل. طيب سؤال تاني بتقول لو زوجي هيجيب للبنات ذهب بمبدأ الهبة لازم يطلع عليه ذكاء، هما لسه صغيرين بس عاوز يجيب لهم للمستقبل. لو كان هو ذهب مقصود بذهب زينة شيء، وإن كان مقصود به هو عبارة عن مال فلوس شايلها للولاد شيء تاني. مال عبارة عن مال بشيله في صورة ذهب للبنات، لا ده مال مكنوز. يبقى ده عليه زكاة. أما ذهب الولاد يتزينوا به فيما بعد هذا لا زكاة فيه. يبقى لو كان في صورة ذهب مكنوز يبقى ده طبعا عليه زكاة لو بلغ النصاب، أما لو كان هو ذهب أو مقصود به الزينة خلاص يبقى لا زكاة فيه. الأمر الآخر هو قال ده مثلا العشرين جرام أو الثلاثين جرام دول لفلانة مثلا، والخمسين جرام دول لفلانة، لازم المبلغ ده طالما ده ملك البنت خلاص دخل في لها ذمة مالية ولكن الوصي هو قائم عليها، لو ده ما بلغش النصاب يبقى لا زكاة فيه. يبقى لازم كمان المبلغ ده يبلغ وصل للنصاب. 85 جرام ذهب عيار 21، فلذلك برضو هنفرق، يبقى كأن الاثنين هيبقى حوالي 170 جرام ذهب لكل واحدة 85. فيطلع عليهم. طيب ناخد ام اسلام. ام اسلام اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كلم الشيخه رويطه. اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. والله انا مبسوطه جدا جدا ان انا تواصلت اذا اتواصل معاك، لان من زمان بصراحه نفسي يعني اتواصل معاك واشكر. نورتينا. اكتر الف خيرك وربنا يعينكم يا رب. ربنا يخليك. قالوا في ميزان حسنات. قال بس سؤال، كان عندي متوفي من سنه وثلاث شهور. ربنا يرحمه. وقبل ما يتوفى كان عنده تليف في الرئه وكان عنده حاجات في القلب وكان عنده زهايمر يعني جامد خالص. فجيت الفترة الأخيرة هو كان مواظب على الصلاة وعلى الصيام وبتاع حاجات زي كده، فرمضان اللي قبل ما يتوفى فيه ما قدرش يصوم غير ثلاث أيام لأني مش عارف الليل من النهار ولا عارف أي حاجة خالص. ماشي؟ وبعدين برضه بالنسبة للصلاة يخش ساعات يتوضى كويس ويطلع يقعد شوية كده يقول له قوم صلي، يقول لي أنا صليت خلاص، مش عارف يقرأ غير الفاتحة بس. ماشي؟ يعني حوالي يعني قعد الفترة دي حوالي بتاع شهر كده قبل ما يتوفى. وبعدين بالنسبة للصيام أنا طلعت له يعني إيه اللي هو أطعام المساكين وبتاع حاجات زي كده. ماشي؟ طول يعني قبل ما يعدي عليه الحول كنت مخلصه الحاجات دي. ماشي؟ بس انا حسيت ان هو برضه هيقضي، ما قدرش طبعا يقضي بقى وجه يتوفى بقى وبتاع حاجات زي كده. انا سؤال، هل اللي احنا طلعناه يعني كده كويس في نفس السنه؟ وبالنسبه للصلاه يعني في عذر عليه ولا لا؟ لاني ما كانش عارف يصلي خالص ومش عارف الاوقات ايه، وانا اقول له دلوقتي ده اقول له الظهر اذن، يقول لي ده العشاء، اقول له يا عم مش عارف الليل من النهار والله. ربنا يعني يرحمه يا رب ويجعل مرضه في ميزان حسناته. يا رب ان شاء الله دعواتكم لي، وانا عايزه بس اعرف عليه وزر ولا اعمل ايه وبتاع. والحمد لله احنا بنقدر نطلع الصدقات على قد ما نقدر يعني، كل ما يجي رمضان ولا بتاع ولا اي عيد ولا حاجه الحمد لله يعني. ربنا يتقبل يا رب. يا رب اللهم امين. والله هو كان انسان كويس جدا جدا يعني الحمد لله. ربنا يرحمه يا رب. راعي ربنا كويس يعني وكل حاجه يعني الحمد لله. دعوات كلي ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. حاضر تابعينا حضرتك. ربنا يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته ويرحم أمواتنا جميعا. أمين يا رب. اللهم أمين. هو الإنسان لو وصل إلى مرحلة بنسميها مرحلة هو مش عارف هو صلى إيه، وده شفناه، احنا شفنا ناس بتصلي معانا أحيانا وبعدين يسألني يقول لي وإحنا إيه اللي صلناه؟
يوصل الأمر نعوذ بالله من هذا، ولكن حصل وده ابتلاء، وإن شاء الله يا ربنا يجعله في ميزان حسنات. فهو من ناحية الصلاة لا شيء عليه بالمرة خلاص. طب من ناحية الصوم، هو صام 3 أيام وبعد كده هو مش داري مش مدرك يعني الصيام، يبقى إذا يسقط عنه الصوم، يبقى لا يكلف حتى بأن احنا نطلع عنه، هم طلعوا عن كله، ولكن أنتوا كمان طلعتوا، ربنا إن شاء الله يجعله في ميزان حسناته، لا وزر عليه لا في الصوم ولا في الصلاة، وربنا يرحمه ويتقبل يا رب. سؤال عن سجود السهو، بيكون ازاي اسجد بعد التحيات واسلم ولا بعد التسليم؟ طيب احنا عندنا طبعا في قولين للعلماء، مين اللي يقول لو كان فيه زيادة في الصلاة انا زدت يعني حاجة، انا لو تخيلت ان انا جبت ركعة خمسة مثلا طيب هنا اروح جايب ايه السجود بتاعي يكون بعد السلام، يبقى انا هسجد بعد ما اسلم اسلم وبعدين اسجد سهو وبعدين اسلم تاني، ما اقولش التحيات تاني. ولكن احنا بناخد مذهب سيدنا الامام الشافعي، سواء كان بالزياده او بالنقصان فكله قبل السلام. طب وده ما يلخبطش، ما يلخبطش. بتقول لحضرتك ايه؟ نسيت وسلمت. نسيت وسلمت، فاتني ركن من الاركان اجيبه، اجيبها اتي بهذا الركن واقول التحيات واسجد السهو واسلم. يبقى انا هنفرض انا نسيت ركعه وانا قعدت للتحيات مثلا، لما قعدت للتحيات تذكرت الله، لا دي الثالثه والمفروض عليها رابعه، قمت اجيب الرابعه، اقوم اجيب الرابعه واجلس اقول التحيات تاني وبعدين اروح ايه ساجد للسهو واسلم. فده يكون اضبط وما يلخبطش دايما المصلي ان هو امتى اسجد بعد السلام بعد ولا قبل. اسجد قبل السلام وبالزياده ولا بالنقصان، فاحنا نقول كله قبل السلام، سجدتين قبل السلام وخلاص، على كده هو ده سجود السهو. تمام. هل يجوز اني ادي زكاه المال لاختي عشان تعمل عمليه؟ يجوز لو كان الانسان قادر انه ياكل ويشرب، ولكن غير قادر ان يتطبب، يتطبب ياتي بعلاج، هو قادر ياكل ويشرب وساكن في مكان كويس بس مش قادر يجيب العلاج، ده اصبح مسكين في هذه الحاله، يبقى اذا ممكن نديله من زكاه المال او نجيب له العلاج من زكاه المال، وكذلك هيجري عمليه جراحيه ومعاش تكاليفها، حتى لو كان هو قادر انه يعيش كويس بس معاش تكاليف العمليه، هو اصبح مسكين لان الحاجه بتاعته مش مقضيه، فايضا ياخذ من اموال الزكاه وتجرى له عمليه. طب سؤال تاني عن الزكاة، هل يجوز اني اخلص لابني غرامة مالية عليه من زكاة المال ولا لا؟ حالة استثناها العلماء في دفع الزكاة الى الفروع، هي هذه الحالة يجوز دفع الزكاة، احنا بنقول كده لا تجوز الزكاة لا لاصل ولا لفرع، هذا هو المفتى به. طيب امتى ان انا اديها للاصل او للفرع؟ الاصل يعني ابويا، الفرع يعني ابني بنتي. قالوا لو كان هو غارم عليه دين وعاجز عن سداد الدين والناس بتحرجه بالمطالبة ونحو ذلك، ممكن أدفع له هذا من زكاة المال. يبقى دي حالة تجوز فيها إن أنا أدفع زكاة المال للابن في حالة وقوعي في حالة الغرم، مش قادر يقضي دين. يعني إلى حد ما جاوبنا جزء كبير من الأسئلة، إن شاء الله نكملها الحلقات الجاية بإذن الله. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. ناس كتير لما تطلب منها إنها تتصدق تقول لك إحنا يا دوب رزقنا على قدنا ومقضينا بالعافية، عشان كده إحنا بنقول لهم تعالوا زودوا رزقكم ببركة الصدقات وأعمال الخير، ويمكن ده اللي إحنا بنأكد عليه كل مرة في فقرتنا مع جمعية البر والتقوى المصرية. خلونا نتكلم عن الصدقات وأعمال الخير مع الدكتور يسري عزام من علماء وزارة الأوقاف، فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. عليكم السلام، أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. دايما نقول إن الصدقة عمرها ما بتقلل من مالنا. نعم. يعني لما ناخد من فلوسنا أو من رزقنا اللي ربنا بعته لنا عشان ندي غيرنا، فاحنا خدنا الجزء اللي هو مش بتاعنا، اللي هو ربنا مديهولنا وجعلنا وسيلة إن احنا نوصله لغيرنا، ده رزقهم هم صحيح. مش رزقنا يعني. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الله سبحانه وتعالى خلق الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل إن أكرمكم عند الله أغناكم، صحيح، قال أتقاكم، التقوى هنا، وأشار النبي إلى القلب. فالناس في الدنيا خلقهم الله في درجات متفاوتة ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، الناس للناس من عرب ومن عجم، بعض لبعض
وإن لم يشعروا خدم. الغفير يحتاج إلى الراجل الغني، والغني يحتاج إلى الغفير، يحتاج إلى العامل، إلى الصانع، إلى الحرفي، إلى السائق. ربنا جعل الناس كلهم يحتاجون إلى بعضهم البعض. طيب لما جعل الناس يحتاجوا إلى بعضهم البعض، جعل الزكاة والصدقة نسبة وتناسب، جعل مجموعة من الناس أغنياء يخرجون زكاة أموالهم للفقراء. الشيخ الشعراوي الله يرحمه عمل كده، يعني إيه زي قاعدة، قال إذا وجدت فقيرا في بلاد المسلمين فاعلم أن غنيا أكل حقه. ما بيطلعش هي نسبة وتناسب. لو كل الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم والصدقات رح تتوزع على كل، ما بقي فقير على وجه الأرض. الأغنياء وكلاء الله على المال، والفقراء عيال الله في أرضه، فإن بخل الأغنياء على الفقراء أذاقهم الله العذاب. طيب أنا لما يجيني واحد يقول لي أنا عايزك تتصدق علي أو محتاج منك مساعدة، هذا رزق ساقه الله إلي. أنا دلوقتي لما واحد يسألني يقول لي إيه الأفضل بالنسبة ليك، المال يبقى معاك أنت تصرف ولا مع الأولاد والأولاد يدوك مصروف، أيهما أفضل؟ أنه يبقى معايا طبعا. السؤال ده حضرتك سيدنا النبي وجهه للصحاب، رواية جميلة أوي في صحيح البخاري، لو كل واحد فينا التفت لهذه الرواية الناس هتفوق. سيدنا النبي بيقول للصحابة إيه؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. أقررتم بهذا؟ كل أقر. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. صحيح. اللي هتقدمه في الدنيا وأنت مالك للمال هو اللي هينفعك. طب اللي هتأخره للعيال لن ينفعك. ممكن الأولاد يتصدق، الله أعلم بقى أسهل يفتكروك ولا ما يفتكروش، بقى بتاعهم بقى ملكهم. إنما الإنسان ينفق المال وهو مالك للمال قبل أن يترك المال للعيال. كان زمان كل الاعتقاد اللي موجود انه الصدقه دي بتتعمل لما حد يتوفاه الله، لكن هو زي ما حضرتك بتقول كده، هو الاجمل ان احنا اللي نعمل لنفسنا واحنا موجودين في الدنيا، لانه بينفع دنيا واخره. حضرتك الصدقه الجاريه تعود بالنفع على صاحبها وهو حي. يعني بعض الناس عنده التخيل ده ان الصدقه لما اموت اولادي يعملوا لي صدقه. لا، انا ممكن اعمل صدقه عن نفسي وانا في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم سبعة يجري أجرهن للعبد وهو في قبره: من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. تخيلي لو واحد جاب شوية مصاحف ووزعها على الناس، ديت صدقة جارية. لو شفت ولد أو بنت في مدرسة ولا تستطيع أن تدفع المصاريف الدراسية أو اشتريت لهم الكتب الخارجية، ده صدقة جارية يعود بالنفع علي. وده يمكن بيتحقق في مبادرة التبرعات العينية اللي بتقوم بها جمعية البر والتقوى، انه اي حد زي ما احنا شايفين كده ناس مطلعين سراير. نعم. ما هي دي كده تعتبر صدقة جارية. الكراسي برضو لغير القادرين برضو بتعتبر صدقة جارية. الأسرة في المستشفيات، الكراسي، كل ما ينفع المريض ويعود بالنفع عليه والفائدة صدقة جارية. حضرتك الملابس، كان أحد مشايخنا علمنا كده حاجة زمان، قال لنا اللي يجيب جبة جديدة يطلع واحدة، يطلع من واحدة قديمة. شوف الدولاب، هتلاقي الدولاب مليان. وتطلع بقى إيه للناس عشان الناس تستر بهذه الملابس. ويمكن المبادرة فيها كل حاجة تقريبا ممكن أي حد يحتاجها، يعني فيها كراتين الأكل وفيها الأدوية وفيها جهاز العرايس وفيها زي ما احنا شايفين بعض الحاجات الطبية وفيها للحفا والبطاطين والمراتب وكل شيء ممكن أي حد يحتاجه. شوف حضرتك، خلينا نحط كده قاعدة بين قوسين: كل ما زاد عن حاجتك وحاجة أولادك فالفقير أولى به. صحيح صحيح. نعم. دايما بنقول ان الصدقات هي الحاجة الوحيدة اللي بتخرجنا من الدنيا من غير مشاكل. يعني اي حد ممكن يكون عنده مشكلة مع اولاده، مشكلة في رزقه، مشكلة في بيته، بعض الحاجات اللي ممكن تكون مضايقاه في شغله نفسيا، ايا كان اي مشكلة اي حد فينا ممكن يتعرض لها، تصدق وخرج بنية ان ربنا سبحانه وتعالى يشيل عنك البلاء. الحاجة الوحيدة اللي بتنفعنا دنيا واخرة. يمكن جمعية البر والتقوى يعني ليها مبادرات كتير
جدا، أهمها مبادرات وملف المياه اللي هو فيه تقريبا كل التفاصيل اللي تخص المياه من أصغر حاجة أو من أقل حاجة لأكبر حاجة ممكن. صحيح. طبعا صدقة السر بتطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، واللي عنده مريض يداويه بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة، وكما قال سيدنا رسول الله ما نقص مال من صدقة. جمعية البر والتقوى بتهتم بسقيا الماء لأنه هو أفضل أنواع الصدقات. سيدنا سعد بن عبادة لما ماتت أمه جاء إلى سيدنا رسول الله قال له يا رسول الله إن أمي ماتت، وإحنا عارفين لما يموت الأب أو الأم الابن أو البنت عايز يعمل لأبوه وأمه أحسن حاجة في الدنيا. طبعا. فهو بيسأل سيدنا النبي أمي ماتت أريد أن أتصدق عنها، فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء. إننا أسقي الناس مياه نظيفة صالحة للشرب أوفر عليهم التعب والمشقة والعنت، هذا في ميزان الحسنات. ممكن أعملها صدقة جارية عن نفسي، عن والدي، عن والدتي، عن أهلي، عن أقاربي، عن حد صاحبي، عن حد صديقي، عن أي حد، لأنها تعود بالنفع على صاحبها دنيا وأخرى. صحيح. الله يقول في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومش شرط أن الماء يبقى حفر بئر، لا، ده ممكن وصلت مية. ممكن حنفية مية نظيفة الناس تشرب منها، أي شيء باللي انت تقدر عليه حتى لو كان بسيط اوعى تستقل بيه. طبعا القليل عند الله كثير. صحيح. مهما فعل الإنسان وتصدق لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، حتى سيدنا النبي يقول في الحديث الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أقل الأشياء. طبعا طبعا. سبحانك يا رب. طلباتهم بسيطة قد إيه، هم عايزين وصلة مية مش عايزين أكتر من كده، اللي هي المفروض إنها دي من أساسيات الحياة، مفيش حد ممكن يعيش من غير مية. هي نفسها قالت الحياة من غير مية هي مش حياة. ما هو ربنا جعل الماء أساس للحياة. صحيح. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فربنا سبحانه وتعالى إنه يقدر حد إنه يعمل خير لحد محتاج وصلة مية. ممكن اللي شاف التقرير بتاعنا دلوقتي يحن قلبه يتواصل مع الجمعية. تواصل وروح شوف بعينيك، شوف الناس اللي محتاجة واعمل لهم أنت وصلة المية وتبقى صدقة جارية. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهي دي بقى أصعب حاجة. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، ولا تستبدلنا حوائج الناس إليكم من منن الله عليكم إن أنتم أحببتموها. طيب بيجي خبط على باب بيتي، أنا كاره الكلام ده، مش عايزه يجي حد يسأل عني ولا يقول يساعدني. فإن كرهتموها صرفت عنكم وراحت لغيركم وذهب بها إلى غيركم فيحبونها. اللي بيجي خبط على باب البيت ده ربنا اللي بعته مش حد تاني. ربنا يقول لسيدنا النبي في القرآن فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والصدقة هتمنع عنك بلاء كبير. صحيح. والجميل كمان يا فضلت الشيخ ان انت تقضي حاجة الناس، يعني ان انت تعمل له او تدي له اللي هو محتاجه. صحيح. يعني دي من اهم الحاجات الحقيقة داخل الجمعية، ان هم بيبقى عندهم دراسة كافية لكل المناطق وكل الاسر واحتياجات كل حد ايه، مش فكرة ان انت بتطلع صدقة وخلاص. حضرتك عندنا حاجة في الفقه جميلة اسمها الوكالة. انا مش عارف مين اللي اديله الزكاة بتاعتي، مين اللي يستحق، فالجمعية بتقولك احنا وكلاء عنك، وهم يسألون عن هذا المال بين يدي الله. وكل وتوكل. صحيح. صحيح. يعني الواحد لما بيشوف المستشفى وانها كانت حلم في يوم من الايام، والنهاردة مبنى كبير موجود على ارض الواقع، وبالفعل في ناس بتتعالج في المستشفى، بنقول ان اكيد الدنيا بخير. نورتين يا فضلت الشيخ. بشكر حضرتك. بشوف حضرتك على خير ان شاء الله. شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كان لي عمر اشوف حضراتكم بكرة على خير ان شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جمع لي خيري الدنيا والاخره. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص. اللهم صلي وسلم
وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على